وبعد المشهد ده احنا قعدنا نعيط انا وهو مثلا نص ساعه والله العظيم وستاف كان تقيل، كان مشهد تقيل جدا. انا وهو انا كنت خايفه من المشهد قبل ما نخش المشهد اصلا، وهو علشان هو صديق عزيز جدا وممثل عظيم شطور، مسك ايدي كده وقال لي هنروح وما تخافيش وهنروح مع بعض وانا معاكي ويلا بينا. والله العظيم ابهرج فعلا سالوه يعني واخدني غصب عني ورحنا هناك في الحته اللي جوه اللي انت مش بتبقي خايفه تفتحيها علشان very vulnerable وبتبقي مش عايزه تروحي في الحته دي جوه نفسك انك تطلعي المشاعر دي ان انت تبقي ضعيفه للدرجه دي ومكسوره للدرجه دي، بس غصب عني. لسه طالع من تحت؟ فاكرة دي؟ فاكرة؟ زمان واحنا صغيرين لما كنت بتلعبي بالعرايس بتاعتك على النيل وانا كنت بلعب مع اصحابي جنبك وكانت دايما عيني مش بتنزل من عليكي. العروسة بتاعتك اللي كنت بتحبيها اكتر حاجة في الدنيا وقعت منك في المية، وقعدت تعيطي وتصرخي جامد من غير ما افكر، لقيت نفسي بنط في المية علشان اجيبها لك بهدومي. ما خدتش بالي اني اتعورت ووشي كان كله دم، كان كل همي انك ما تعيطيش وتبقي مبسوطه، فاكره؟ واديتها لك وفضلت تمشي فيها وانا كنت واقف جنبك وهدومي كلها مبلوله وبردان وحاسس برعشه في جسمي كله ووشي كله دم، فاكره؟ نفس الرعشة اللي حسيتها يوم ما هي اللي كنت حاسسها النهارده وانا بقرا الجواب بتاعك، ولو ما كنتيش رجعت ليا برضه كنت هموت. انا اسفه يا مراد. مش عايزك تعتذري ولا عايزك تقولي لي انت ليه عملتي فيا كده. كل اللي عايزه منك انك توعديني ما تعمليش فيا كده تاني. شفتي بقى انا بحبك قد ايه؟ أنا لو كنت قد إن أنا أمشي ما كنتش رجعت. أنا رجعت عشان عارفة إن أنت أكتر واحد في الدنيا بتحبني وبتخاف عليا. لا أنت رجعتي علشان أنت كمان بتحبيني وخايفة عليا من اللي ممكن يجرالي لو بعدت عني، صح؟ صح يا نزلي؟ صح يا مراد، صح. هنعمل فرحنا امتى؟